الحرب الروسية على أوكرانيا حملت رياحها ثقلاً لم تحسبه الدول الأوروبية، فالسلاح الذي برز فيها هو سلاح الطاقة. الأزمة الحقيقية التي فتحت الحرب أعين الدول الأوروبية عليها هي اعتمادها بشكل كبير على روسيا في التزود بما يقرب من ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي، حيث يمثل الغاز والنفط الروسيان حوالي 40% من واردات الاتحاد الأوروبي وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. فقبل الحرب كانت روسيا تصدر حوالي 5 ملايين برميل يومياً، منها 4,300,000 برميل إلى أوروبا والولايات المتحدة، كما أن روسيا عملت على بناء شبكة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في جميع أنحاء أوروبا منذ الستينات. الوضع الراهن دفع الدول الغربية ممثلاً بالاتحاد الأوروبي إلى بحث خطة جذرية تحل الأزمة لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الروسية. ففي 3 مارس الجاري كشفت المفوضية عن مشروع ريباور إيو، وهو خريطة طريق لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي. الولايات المتحدة أعلنت حظر النفط والغاز والفحم الروسي لتخرج هذه المشتقات من دائرة عدم الاستهداف بالعقوبات. تلتها بريطانيا بوقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بنهاية العام الجاري، فيما أقر الاتحاد الأوروبي خطة لوقف الاعتماد على النفط والغاز الروسيين قبل عام 2030. ورغم الترحيب الأوروبي بوقف الاعتماد على الطاقة الروسية، إلا أن دولاً تقف معارضة لذلك. ألمانيا من جانبها وقفت متحفظة، خاصة وأنها تعتمد على ثلث وارداتها من النفط الروسي، وسط تحذيرات داخلية من انهيار اقتصادي حاد في حال اتخذت ألمانيا مثل تلك الخطوة. المجر هي الأخرى عارضت الفكرة من منطلق أن أي عقوبات على الغاز الطبيعي والنفط ضد روسيا ستؤثر بشكل خطير على المجر. تركيا، والتي تعد باباً لنقل النفط والغاز إلى أوروبا عن طريق بحر قزوين، أكدت منذ البداية أنها لا تعتزم وقف مشترياتها من النفط الروسي، بل وبدأت مباحثات مع موسكو لتعزيز التعاون في مجال الطاقة. روان حمزة، العربية.